كابتن جانم طبعا، واصلا قبل ما يكون بقى نادي الاتحاد هو جاري اساسا يعني، فعشره من زمان اساسا يعني. الناس اللي لغايه دلوقتي طبعا على علاقه بيها جدا، ولازم كل اسبوع لنا سهره مع بعض طبعا، نسهر مع بعض. نجم متميز جدا طبعا، يمكن ما خدش حقه في الميديا طبعا، ما كانش لسه في الوقت دوت الميديا وصلت للمرحله اللي موجوده فيها دلوقتي، فكانت المواهب خدت طريقه بالصوره الصح. فكابتن جانم شخصيه جميله، ويمكن هو من الناس الاصيله جدا وبتحب نادي الاتحاد قوي يعني، ومتمسك بنادي الاتحاد. من اللعيبه والحاجات الحلوه اللي طول عمرنا بنحبها وبنعشقها في نادي الاتحاد. عبد الفتاح الجارم يعني مش عايز اقول لك، يمكن من يعني المهاجمين القليلين في الجناح الايسر اللي مصر انجبتهم. عبد الفتاح الجارم ياما شفنا منه احلى اجوان كجمهور نادي الاتحاد السكندري. واحنا كنا دايما في الملعب بنغني له قبل الماتش يعني، واثناء الماتش نقول له يلا يا جارم صح النايم حط الكره جوه جون. فعبد الفتاح الجارم ربنا يديله الصحه والعافيه، يعني من احسن اللعيبه اللي انجبتهم اسكندريه. كان بيجي من بيته واخد بالك بالشورت واللبس بتاعه ويدخل على الملعب على طول واخد بالك، وكان نتفرج عليه اول ما بينزل. كنا احنا كلنا بنعمله ايه في المدرجات واخد بالك، وبسم الله ما شاء الله عليه، مش هيتعوض ولا هيجي واحد زيه مهما كان، ومن الناس اللي مهضوم حقها واخد بالك، هو وشحته والبوبو الله يرحمه والناس دي كلها. كابتن عبد الفتاح الجارم مهاجم نادي الاتحاد في السبعينات، كان مهاجم من عظماء المهاجمين في مصر بصراحه يعني، ومهاجم محترم، وجاب الكاس في نادي الاتحاد من النادي الاهلي بالجون بتاعه. معروف طبعا نجم من نجوم اسكندريه من السبعينات والثمانينات، كان وينج شمال في الاتحاد، وهو كان من لعيب المهرة، واتظلم كتير في المنتخب لأن ما كانش بيروح المنتخب كتير، فكان مظلوم يعني. بس هو من أحرف الناس اللي لعبت برجليها الشمال، وكان وينج شمال محترم يعني في الاتحاد في الوقت ده. كابتن الجارم كابتن من الكباتن المعروفة جدا بالنسبة لجماهير نادي الاتحاد السكندري، وطبعا ده علم من أعلام الاتحاد. وبصراحه يعني كان الجيل بتاعه جيل محترم جدا بالنسبه لنادي الاتحاد، وكفايه اسمه في الملاعب بجد يعني، كفايه اسمه في الملاعب. والناس اللي لها تاريخ في الكوره وفي مصر، وهو والبابلي وهو يعني عرابي، والناس دي كلها ناس تمام، وبرضو الموجودين دلوقتي برضو احسن برضو. يلا يا جارم صح النايم حط الكره جوه الجول. انت شايف قله الجمهور دلوقتي موجوده في الملعب او عدم وجود جماهير كده في الملعب، ده بيقلل من حلاوه الكره؟ طبعا. انت كنت بتلعب الجمهور كان بيعمل ايه معاك؟ انا كان في اغنيه حسنين ومحمدين مصاب ده اجيب جونين، كنت بجيب جوان قليله بس كنت اول ما اسمعها دي تسخ دي مش عاوزه كده. لا الجمهور هو اللي بيديك الدفعه. لا الجمهور زي بالظبط انا بقولها دايما، الاكل اللي ما فيهوش ملح